السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل متابعين ومشتركين القناة. النهاردة هنتفرج على الدفعة الأولى والدفعة التانية والدفعة التالتة من الزغالين. هنتفرج برضه على الشبابات وهنشوف صحتها وهنتفرج عليها. هنتفرج على الدفعة التانية، هنشوفها الوقت بقت بتطلع طلعات حلوة وهنتفرج عليها في السما. خليكم معايا. دي الدفعة الأولى، دي الدفعة التانية، دي الدفعة التالتة. الزغاليل هي بصحية كويسة، النقوشة والفرد التفاح أو أطفاء والفرد المشمشي والفرد الأنحاس والفرد الأبلة القشر بندق أهو والفرد الصابوني والمسود أهو كمان المسود والقطيفة الجوز المسويد والقطيفة والسبربا واللبلق الحمر. هنفتح لهم أهو أهو. هي الزغاليل بتبدأ تطلع اه تطير اه 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 هي بتبدأ تقوم اه تبدأ تقوم وتقف على الزغاليل اهو. اللبلق القش اللبلق القش بندق اللبلق الحمير بيتفركشوا معاهم. حلس يا احنا برضك ما بنكرشهمش كتير، بنسيبهم يقوموا براحتهم. الزغاليل الزغلول اول ما بيطلع يقوم براحته، بيبقى يعني مستوى كويس. هنطلع للدفعة الأولى. هنا اهو اللهم صل على النبي الدفعة الأولى، تعالوا برضو نتفرج عليها. ده أول، دي الدفعة الأولى خالص اهي. الكشك الأزرق والأسود والتفاحي والحجر الأبيض والفرد النقش والاكحل والرحاين هناك اهيت واللبلق الاخضر اهوت واللبلق الاصفر والحمر الاحمر وزار والباكستنيات اهيت تمام بصحة جيدة. وهنتفرج عليهم دلوقتي وما بيطلعهم. والفرد كمان الاصفر وزار. في فرد هنا اعبس اكحل عنده ريشة في جناحه مقطومة. الفرد ده احنا بنأخره منه. يبقى هو اخو الاكحل اللي جوه ده. اكحل ابو ضرب بيضه. نجيب المسقة نفتح للشبان اهو. فرد لك حلاوة اهو جوه. احنا سيبناه عنده ريشة مقطومة في جناحه. يا الشبابات ما اكلتش النهاردة، فاحنا برضك بنهويها يعني. احنا بنفتح لهم نهويه. الشابين طالعين امت. طيارات بقى، طيارات كتير وكده. غيات هناك هيت برضه.
شبابات نزلت اهي. ايه يعني ما طلعنا لهاش امبارح ولا ايه ولا النهارده، فنزلوا برضك على السراع اهوت. افتح للفرد اللعبه بس اطلع معاهم ونتفرج عليهم هم عرفوا برضه. خل من البلكون اهو. أرضى جوها مقفول ما فيش هوا. شاب نزل معهم الدفعة الأولى. خليكم معانا عم نفتح للدفعة التانية ونفتح دي الدفعة التانية، نفتح للدفعة الأولى ونتفرج على ويا طلع. خليكم معانا. مرة عايز ادخل عليهم بالخشب اهو. الزغال ده عايز اطرع حماده. كان داخل هو خلص والله، بس لسه عايزين القطره ديت وهيبقوا كويسين. اقفل يا باشا، افتح للدفعة الأخيرة خالص. اطلع برضه يا ترى. اللبلق الاحمر ده منهم يا حماده؟ منهم؟ اه. امال ماله دخل يخمس هناك لكن؟ يخمس على ورده اهو. الشبابات اللي فوق برضه شافت اهي. دي برضك عيد ياكلوا معاهم. عطيفة الأبيض
أكلهم. لازم برضك الشرشه على طول. ما طولوا معايا على المقطع. خليهم يتحركوا بقى. لا ما تشحطهمش على طول، شحط على طول غلط. يعني كل ما واحدة كده بس خليهم يتحركوا. لما تفتح هو شايل نفسه زي ما انت شايف كده يقعد يتزل. يعني القطيفة اهو بالصلاة على النبي شايل نفسه، والامريكاني واللبلق اللي على ورد واللبلق القشر واللعبس والسكاكرة والحجيرة. اللهم صل على النبي. طالعين اهو برضك حاجة تفرح لما تلاقي عندك زغلولتين، لما تلاقي عندك زغلولتين حلوين وطالعين طلعة كويسة. يعني زغلولتين مثلا كويسين وطالعين طلعة حلوة، انت نفسك بتبقى فرحان وبتبقى مبسوط ان الزغلول اللي بتطلع مع حمام النيشة والحمامة البلقة والصافي حمامة حلوة، حمامة حلوة في النش. اللهم صل على النبي. الزغالة احنا لسه نشينها ولسه بتبدأ تنزل يعني من ساعتها. ايه اللي نزل تحت ده؟ نزلوا تحت، نزلوا تحت على الشوكولات. هم طالعين من تحت متنورين. الصلاة على النبي. هم الزغلولتين هم. اللهم صل على النبي. اللبلق الفحمة اللبلق اللي على ورد جنبه والقطيفة الامريكان اهو والشخاش ليه. اللهم صل على النبي. القشر بندق، ربنا يطرح فيهم البركه ويطلعهم، لان هم كان داخل عليهم مضر عيه. بس حمار حاول معاهم الى حد ما بقوا كويسين. اتفضل ده يحيى. واحد بس واحد منهم اللي وقع. خد بنفسك بس انا كويس اللي جت في واحد. لبلا اخد بنفسك، انما هم لسه برضك عايزين ليا القطره. انا شغال معاهم بس هو المشكلة مفيش وقت، بس الجو ليا ويومين ولاد هيجي مفيش وقت بس. والزغلول الشابين التانيين برضه كم بياكلوا، وهنطلع فوق نحبس الشابات التانية ونفتح للشابات اللي هي الايه؟ التالتة. نفتح للأول اللي هو الأخير. إن شاء الله نقدم لكم فيديوهات أحسن في عندش الزغاليل. انتظرونا فيديوهات جميلة بإذن الله من قناة يحيى عدنان، وتنسوا تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تحياتي لكل المتابعين المشتركين في القناة.